حتى أن أحدهم في معركة صفين خرج من عند علي والتحق بمعاوية. قال: من أين أتيت؟ رجل غريب دخل. قال: من أين أتيت؟ قال: أتيتك من عند ألأم الناس وأعيا الناس وأجبن الناس. قال: من عند من؟ قال: من عند علي. ألأم الناس وأعيا الناس وأجبن الناس. كان معاوية يبحث عن المتزلفين، لكن ليس في هذه الدرجة من الإحقار. قال: ويلك، أتقول إنه ألأم الناس ولو كان عند علي بيت من تبر وبيت من تبن لأنفق تبره قبل تبنه؟ وتقول إنك جئت من عند أعيا الناس، يعني أقل الناس قدرة على البلاغ على التعبير، وهل جرت المواسي على رأس رجل أبلغ من علي أفصح من علي؟ وتقول جئت من عند أجبن الناس، وما صارع علي أحدا إلا وصرعه، وما قاتل علي أحدا إلا قتله، وأعزب عني. فعاد الرجل: لا، أين يذهب؟ لا يوجد إلا أحد معسكرين، إما معسكر معاوية أو معسكر علي، وقد طرد من معسكر معاوية. عاد إلى علي، نظر إليه الإمام، قال: من أين أتيت؟ قال: لا تلمني يا أمير المؤمنين، بعت آخرتي ولم أربح دنياي. قال: ما الذي فعلت؟ قال: ذهبت إلى معاوية وقلت ما قلت وقال ما قال وطردني. فتبسم الإمام، قال: لا تثريب عليك، ادخل فيما دخل فيه الناس. علي كان معجزة لا شك، وعلي مفخرة عند أي أمة من الأمم، لو كان مثل علي لرفعوه إلى السماء لا شك في ذلك. لكن علي بالإضافة إلى المعجزة والمفخرة هو بطل، هو ميزان. لو لم يكن علي، كان علينا أن نخترع مثل علي عليه السلام، لكي نعلم شعوبنا، أولادنا، رجالنا، نساءنا، لكي نعلمهم كيف يعملون، كيف يعيشون، وكيف يموتون، كيف يتعاملون مع الآخرين، كيف يتعاملون مع الحياة والأحياء.